في إطار تنفيذ مخطط عامل القيادة لمواجهة مختلف ظواهر المتجرة بالأقراص المهلوسة، تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجلطة الزرقاء مجموعة سطيف من حجز 3555 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغرام أجنبية الصنع مزدوجة الإمضاء، ومبلغ مالي قدره 19,000 دينار جزائري. علامة سيارة سياحية نوع شيفرولي سايل بيضاء اللون مع توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم. العملية جاءت بعد الاستغلال الجيد لمعلومة واردة للفرقة، وبالتنسيق مع قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعلمة تم وضع خطة محكمة عبر شبكة الطرقات، من خلالها تم توقيف المركبة. وأثناء تفتيش المركبة تفتيش دقيق تم العثور على المحجوزات السالفة الذكر. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد محضر قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، أين أودعوا الحبس. وفي الأخير يبقى رقم الأخضر 1055 وموقع الشكاوي المسبقة ppgn.mdm.dz تحت تصرف المواطنين. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.